address of the OPEC Fund for International Development, the Director General of OFID, Mr. Suleiman bin Jasser Al-Herbish. I give him the floor. Shukran, shukran, ya OFID! Shukran, shukran, ya OFID! Shukran, shukran, ya OFID! Shukran, shukran, ya OFID! نحن بحاجة للمزيد! نحن بحاجة للمزيد! وأنا أؤكد لك أنك ستتلقى المزيد إن شاء الله. أنا معالي الوزير، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الوزير وائل أبو فاعور ممثل دولة الرئيس نجيب ميقاتي، السيد المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين، أصحاب السعادة السفراء، أيها السيدات والسادة، يسعدني بل يشرفني أن أكون معكم في هذه المناسبة الرائعة، وكم أتمنى أن يكون لقاءنا القادم في القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. باسمي صندوق الأوبك للتنمية الدولية أفيد، أشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي على رعايته الكريمة لهذا الحفل، وأكرر وأجدد الشكر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وأضم صوتي إلى ما قاله الأخ أبو مازن منذ أيام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الدور الجوهري الذي تقوم به الوكالة في خدمة الشعب الفلسطيني المشرد. أيها الإخوة الأعزاء، أنقل إليكم تحيات وتعاطف زملائكم في صندوق بكر التنمية الدولية، الزملاء الذين ينتمون إلى 26 ثقافة مختلفة يجمعهم هدف واحد، وهو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، وهم يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني في المعسكرات في الداخل والخارج. أيضاً أؤكد لكم أن مجلس وزراء أفيد ومجلس المحافظين وعموم الأفراد العاملين كلهم يضعون همومكم ضمن أولوياتهم. سأتحدث أولاً بصفتي مديراً عاماً لصندوق الأوبك، ثم سوف أستميحكم عذراً للحديث إليكم كمواطن عربي يعيش تاريخ النكبة والنكسة وغيرها من الزلازل والمحن منذ نعومة أظفاره. بدأ التعامل بين أوفيد والشعب الفلسطيني منذ عام 1979، أي بعد ثلاث سنوات من تأسيسه. وخلال الفترة 79-2002 قدم أوفيد 66 منحة في شتى المشاريع من خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الـ NGOs. وفي عام 2002 قرر المجلس الوزاري فتح حساب خاص لفلسطين بمبلغ يغذى كل ما تطلب الأمر، وحتى تاريخ مولنا من هذا 405 عمليات. المقصود بهذا أن فلسطين جزء لا يتجزأ من برامج صندوق بكرة التنمية الدولية. صحيح أننا نخضع للمناسبات عندما تكون هناك مؤتمرات للمانحين، ولكن الحساب موجود يعامل كما تعامل الحسابات الأخرى مثل مكافحة الإيدز والمعونة الفنية الآخر، ولكن حساب فلسطين يحظى بالأولوية. أيضا أسسنا مع الأونروا حساب الطلب المتفوقين عام 2009 في حفل حضره رئيس الوزراء الفلسطيني السيد سلام فياض، وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على تأسيس الأونروا. أيضا عهدنا إلى الأونروا بإدارة برنامج الإقراض متناهي الصغر ويعرف بالبال فند، الذي استفاد منه آلاف الأسر عبر ثمان سنوات. التعليم هو موضوعه موضوع هذه المناسبة، هو أيضا يحظى وهو مجال يحظى بكل اهتمامنا. نحن نقول مع الآخرين أن التعليم والإبداع هي من أهم أسلحة الشعب الفلسطيني في المحافظة على شخصيته وكيانه ومستقبله. اسمحوا لي الآن معالي دولة، معالي الوزير، أصحاب السعادة، أن أخاطب الأخوة وخصوصا العائلات والأسر أهلي الجالسين في المقاعد الخلفية. قضية فلسطين تجري في عروق كل مواطن عربي، وأنا من أولهم، لكن قد يكون ظروفي أنا لها نكهة خاصة. والحقيقة أن هذه تتمثل في أنه في عام 1948، ولما أكمل السادسة من عمري، أخذني والدي في ذلك السنة لإدخالي المدرسة الابتدائية في مدينتنا في قلب المملكة العربية السعودية، وكانت فرحة كبرى لعائلتي. عدت إلى البيت وكانت والدتي تنتظرني معي قلم رصاص ومعي كراسة، وكانت حفلة كبرى في منزلنا وعمت الفرحة. وعندما بدأت أقترب من سن الرشد فاتحني والدي بالحقيقة المرة، وهي أنه في ذلك السنة وفي ذلك الشهر الذي أخذنا فيه إلى المدرسة كان هناك مئات بل آلاف الطلبة منهم في سن الفلسطينيين
الذين شردوا وشردوا وتركوا منازلهم وبيوتهم وأصبحوا عالة على المنظمات الدولية. منهم من فقدوا مدارسهم وبيوتهم وأصبحوا عالة، كما يقول أبو مازن أيضا في خطبته: خرجنا من منازلنا نحمل بعض من متاعنا وأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا إلى مخيمات المنافي والشتات خلال النكبة 48. هذا هو ما قاله لي والدي في ذلك اليوم، ولا زلت أذكره حتى الآن. كبرت ودخلت الجامعة، جامعة القاهرة، وسعدت بصحبة زملاء فلسطينيين من شتى أنحاء القطر الفلسطيني، والحقيقة صارت بيننا مودة، لكن يجمعنا خيط واحد، وهو الحقيقة الحلم بالعودة إلى فلسطين. كنا نغني دائما: سنرجع يوما إلى حينا. إن شاء الله إن شاء الله سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى. سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا وغيرها على هذه الأرض ما يستحق الحياة. وكان معنا أحد الأخوة الفلسطينيين الذي يصر كل مرة نردد هذه الأشعار أن لا نبرح القاعة والمكان الذي نحن فيه قبل أن نقول: أنا لن أعيش مشردة، أنا لن أظل مقيدة، أنا صاحب الحق الكبير وصانع منه الفدا، أنا نازح داري هناك وكرمتي والمنتدى. الحقيقة معالي الوزير السادة أصحاب السعادة جميعا، أنا سأقول كلمة قد تبدو لأول وهلة غريبة. الفرحة الكبرى والعيد الحقيقي هو عندما نغلق كل هذه المخيمات، أعتقد عددها 59 مخيم، هي عندما نغلق كل هذه المخيمات ويعود النازحون إلى أرضهم ووطنهم. هذا هو العيد الحقيقي، وذلك يتم عندما تتواكب العدالة الدولية مع العدالة الإنسانية التي أشار إليها معالي الوزير. نهر البارد، كما أقول لأبنائي عندما سألوني: لماذا يا والدنا تذهب إلى نهر البارد وما هو نهر البارد؟ فقلت لهم بلغة أرجو أن يكونوا فهموها، وأعتقد أنهم فهموها: نهر البارد هو أسوأ مثل لاغتصاب حق من شعب بريء بدم بارد. شكرا جزيلا. عندما لاحظ أن المؤتمر المانحين تم في فيينا وكنت من الموجودين ومنحنا المبلغ الذي بنيت فيه هذه المدارس التي سنفتتحها بعد قليل، وإذا تم هناك مؤتمر مانحين سواء في فيينا وغيرها سنكون من أول من يحضره. وأقول لك أنه في 5 أكتوبر القادم القريب مجلس المحافظين يجتمع وسيصادق على بعض المنح للشعب الفلسطيني، ولا يمر اجتماع لمجلس محافظي أفيد بدون ما يكون هناك عدد من المنح التي تذهب للمدارس وغيرها من الأنصار، حتى معهد إدوارد سعيد للموسيقى نقوم بدعمه. شكرا جزيلا.